Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this special session entitled An Arab Charter of Ethics for Human-Centered Science and Technology in the Arab Region. My name is Jana Albaba, and I'm Program Specialist for Social and Human Sciences at the UNESCO Cairo office. Before we start, I would just like to say that we will be using both Arabic and English in this session, and for those who would like to have translation, please have a kit from the table. فإذن صباح الخير مجدداً. بتهدف هذه الجلسة الخاصة لعرض ومناقشة مسودة أولى من شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية. وأشدد على كلمة هي مسودة أولى وليست للتداول في المرحلة الحالية، وهناك نسخ بس متاحة اللي بحب يحصل على هذه الشرعة. المتحدث الأول معنا في الجلسة هو الدكتور معين حمزة، أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وهو معنا اليوم كممثل عن معالي وزير التعليم، وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، وسيحدثنا عن فكرة هذه الشرعة والأسباب الموجبة لها. تفضل دكتور. شكرا جنى، صباح الخير. أيها الزملاء الكرام، بداية أود أن أنقل إلى المنتدى العالمي للعلوم ولرئاسته سمو الأميرة سمية بنت الحسن تحيات معالي الأستاذ مروان حمادي وزير التربية والتعليم العالي في لبنان، الذي كلفني تمثيله في هذا اللقاء، وهو يتمنى للمبادرة النجاح، مؤكدا مرة جديدة التزام لبنان ومؤسساته الجامعية والبحثية بالشرعة العربية لأخلاقيات البحوث العلمية. كما أود أن ننوه بالتقدير بجهود منظمة اليونسكو من خلال مكتبها للعلوم في القاهرة، والتزام عدد كبير من الزملاء العرب بصياغة الشرعة العربية حتى في نسختها الأولى كما ذكرت السيدة جنى. خلال شهر تموز يوليو 2017 قدم المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان خلال المشورة المتخصصة التي جمعت حشداً مميزاً من الخبراء العرب ومنهم من الحضور وثيقته حول شرعة المبادئ الأخلاقية للبحث العلمي التي تبنتها رسمياً والتزمت بمضمونها 20 جامعة ومركزاً بحثياً في لبنان. وقد رأى المجتمعون بعد الاطلاع على العديد من التجارب العربية المماثلة ضرورة توحيد وتنسيق المبادئ العربية في أخلاقيات البحوث العلمية. وبالفعل فقد طلبت سمو الأميرة سمية بنت الحسن التي شرفتنا بمشاركتها في اجتماع بيروت أن يعد فريق من الخبراء بالتعاون مع مكتب العلوم في اليونسكو الصيغة الأولى للشرعة العربية لمناقشتها في هذا المنتدى، والعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات لإغنائها وتبنيها والالتزام بها. أيها السادة، للعلميين دور مركزي في إحداث التغيير، فالمنعطفات الكبرى في تاريخ البشرية كانت نتاج العلماء ونجاح التواصل فيما بينهم. والعلم مهما بدا مجرداً لا يمكن أن يجرد من أبعاده الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن جودة البحث العلمي ومصداقية الباحث وأمانته العلمية هي مؤشر النجاح الحقيقي، وهي ما يبقي ذكر العلم وأثره، وأما الزيف فيذهب هباء. إننا ندرك أن المبادئ الأخلاقية للبحوث وتطبيقاتها تؤلف إرثاً مشتركاً للبشرية جمعاء، وهي تسوغ بالتالي العمل على بلورة شرعة دولية تحددها وتنظمها، ولكل منطقة من مناطق العالم خصوصيتها المميزة وتقاليدها وأعرافها ومصادرها التشريعية الخاصة، وهي معطيات لا بد من أخذها بالاعتبار عند وضع الشرعة العربية التي سوف يقدمها اليوم زميلنا الأستاذ الدكتور غيث فريز بعد حين. كما أود أن ألفت عنايتكم إلى الأمور التالية: ترتب البحوث على منتجيها مسؤوليات أخلاقية جسام، ولها انعكاسات اجتماعية
وأكاديمية لا يمكن إخفالها. النشر العلمي مسؤولية مشتركة بين الباحث ومؤسسته والمحكم وصولاً للناشر (publisher). يزداد عدد المنشورات العلمية بنسبة 8-9% كل سنة، كما أفاد مدير السفير البارحة، بشكل يعجز أي من العلميين عن اللحاق بها ومجاراة نواتجها وهضم دايجست واستيعاب مضمونها. وفي هذا السياق نرى أن الموضوع يفرض على مداولاتنا عدداً من الأسئلة الإشكالية منها. أولاً، هل السباق المحموم لاحتلال مواقع متقدمة في المؤشرات العالمية للنشر العلمي وبراءات الاختراع مبرر كاف لتراجع نوعية الأبحاث والإسراع في إعلان نتائج غير محققة أو استسهال اللجوء لنقل وترجمة المنشورات من لغات أخرى وانتحال نتائج الغير؟ ثانياً، هل من شأن التقاليد الضامنة لفعالية العمل الأكاديمي المعتمدة في جامعاتنا ومراكزنا البحثية والتي تخضع ترقية واستمرارية عمل الأستاذ أو الباحث لشروط النشر العلمي الموثق واستقطاب التمويل الخارجي، هل من شأنها أن تبرر اللجوء إلى ممارسات غير نزيهة؟ ثالثاً، كيف نتحاشى من أن تتحول شرعة المبادئ الأخلاقية وآليات تطبيقها، كيف نتحاشى من أن تتحول إلى نيابة عامة رادعة ومعطلة للحريات الفكرية والعلمية؟ رابعاً، هل من الممكن توحيد المبادئ الرئيسية لأخلاقيات البحوث العلمية واعتمادها بشكل متوازن في الدول العربية المتعاونة فيما بينها وضمن البرامج الدولية؟ في ختام مداخلتي أود أن أؤكد أن مؤسساتنا الأكاديمية والعلمية تبذل جهوداً محسوساً لمواكبة التحولات العالمية، وأنها تعي أن من شأن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في برامج البحوث والتعليم العالي أن يضمن لمبادرات الباحثين والجامعيين مؤشرات الجودة والتميز التي يحتاجونها لتعزيز دورهم في خدمة المجتمع وفي برامج التنمية الوطنية على السواء. شكراً لإصغائكم والسلام عليكم. شكراً دكتور معين حمزة على مداخلتك القيمة. بدأ الآن المتحدث دكتور غيث فريز، هو مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في المنطقة العربية مقره القاهرة، ليعرض لنا هذه الشرعة. تفضل. Assalamu alaikum, sabah al-khair. Ladies and gentlemen, most welcome. We are really honored today to have this group, the distinguished group of scholars, ministers. I'm especially delighted to welcome colleagues, ministers from His Excellency from Tunis, representative of the League of Arab States, and the Roy from the European Union, and Dr. Mu'in Hamza, our partner from Lebanon, and definitely our colleague, representative of the His Excellency the Minister of Higher Education in Egypt, for welcoming. Special welcome also to Your Excellency, Minister of Higher of Education in South Africa. Thank you for honoring us with your presence. I'll be talking in Arabic, and I guess the translation will be good enough, and of course, most honorable guests. بداية لابد أن أرحب بكم جميعا بهذه، كما ذكر زميلي وأخي وشريكي لأقول في هذه، في شركائنا طبعا وشركائنا الجميع طبعا، الشكر
شرعة أخلاقيات العلوم انبثقت واقع الحال من اجتماع عقد في بيروت كما ذكر، ولا أريد أن أكرر، وقامت سمو الأميرة سمية مشكورة بتكليفنا بالعمل سوية مع الجهات العلمية المتعددة في المنطقة العربية وتحت مظلة جامعة الدول العربية المشكورة بالعمل سوية. هنا لا أريد أن أركز أن العمل كان سوية مشترك لنصل إلى هذه الشرعة أو مسودة هذه الشرعة كما ركزت زميلتي السيدة جنى. لا أريد أن طبعاً لماذا الشرعة كما ذكر دكتور معين هي تأتي بشكل رئيسي لعملية تأطير حماية ورعاية وتوجيه البحث العلمي وعملية نقل وتوطين المعارف والعلوم في المنطقة العربية. واقع الحال أن معظم مدونات الأخلاق في البلدان العربية نحن راجعناها كانت تهتم ببعض القطاعات وبخاصة في القطاعات الطبية والبيولوجية، وكان هنالك ربما حاجة عامة إلى مدونة عامة تغطي كافة الميادين المعرفية. طبعا لابد أن نقوم بشيء حتى لابد من وضع نوع من الضوابط الأخلاقية حتى ليس عملية هي لوضع ضوابط تمنع أي ممارسات خاطئة وأيضا تشجع كما ذكرنا وتؤطر. لماذا شرعة عربية؟ لأنه أيضا نحن نعم نجتمع باللغة الواحدة، الأوضاع التنموية متشابهة، ظروف جغرافية متشابهة، ولكن أهم شيء أنه نحن جميعا نعاني من فجوة معرفية حقيقية تفصلنا عن العالم، فلابد لنا من تجسير هذه الفجوة بأي شكل بأسرع وقت ممكن، وحتى نستطيع أن نمضي قدما في هذه العملية لابد من ضابط أخلاقي نتفق عليه جميعا. هي الشرعة العربية هي مظلة عامة، دعوني أن أركز، هي مظلة عامة تقدم بشكل عام الضوابط الأخلاقية التي نرى أنها مستلزمة أو التي وجوب الالتزام بها. حتى ننطلق منها نحن شرع وطنية نحن في مرحلة لاحقة، أو شرع خاص أو شرعات تكون متخصصة بالميادين المعرفية المختلفة سواء في الميدان الطبي أو في الميدان الهندسي أو أي الميادين الأخرى. كما ذكرنا هي تؤطر وتحمي وترعى وتوجه العلوم والتقانة، ونحن نريد لها أن تكون وثيقة تحظى بالقبول والدعم المجتمعي أولا والسياسي بالتأكيد حتى يتم تبنيها لتتبناها وتطبقها الهيئات العربية المعنية، وصولا إلى وجود أسس قانونية ملزمة في مراحل متقدمة قانونيا بأي صيغة تبعا للصيغ القانونية في الحكومات المختلفة. لابد لي أن أشير أن الشرعة لا تخوض في اختصاصات في الميادين المحددة، ولا ونحن نتعامل بشكل عام بشكل لنقول بشكل رئيسي للمنطقة العربية ككل، ولم نخوض في خصوصيات الدول في هذه المرحلة. كيف وضعت المسودة الأولى للشرعة العربية؟ بكل بساطة العملية تشاركية وعملية منفتحة على الجميع، ابتدأت من مشاورة إقليمية في بيروت، تم مراجعة التجارب الناجحة في المنطقة، تكليف سمو الأميرة كما ذكر، فوضت اليونسكو بالتعاون مع الجهات الإقليمية وجامعة الدول العربية طبعا للعمل على هذا، تم تشكيل فرق عمل مصغرة وأعضاء زملائنا من الفرق معنا أيضا خبراء في الأخلاقيات طبعا وأعضاء، تم صياغة المسودة صفر لنقل وعرضت في اجتماع خبراء في القاهرة في 1 أكتوبر 2017، بعد ذلك عممناها على جميع المشاركين في اجتماع بيروت، ونحن هنا الآن والحمد لله بدعم الجميع في المنتدى العالمي للعلوم لعرض هذه الشرعة للتداول. بنينا في ذلك على التجارب الناجحة من الكثير من دول العربية، هنالك تجارب في تونس منذ عام 1990، في الأردن قانون البحث الطبي 2001، مصر أخلاقيات البحث العلمي من عام 2005، السودان، قطر، السعودية، المغرب، وانتهاء بلبنان، والتي هنا لابد أن نقدم شكر خاص لأن فعلا كانت المحاولة اللبنانية التي قدمت في عام 2017 الشرعة اللبنانية تميزت بأنها كانت فعلا محاولة حتى تعطي مظلة عامة ومظلة أوسع، ونحن يعني طبعا نحن شاكرين لجميع التجارب العربية، ولكن كان بالتأكيد
الشرعة اللبنانية كانت عرضت محاولة متقدمة بهذه الموضوع واستندنا عليها فيه. فهنا طبعا نحن استندنا على جميع هذه التجارب إلى جانب التجارب العلمية والتجارب الأخرى. زميلي الدكتور بهاء قام مشكورا بجمع هذه التجارب كلها في ورقة علمية سننشرها إن شاء الله في القريب العاجل حول هذه الأمور. طيب، ما هي هيكلة الشرعة؟ حين ابتدأنا أن نضع الشرعة وضعنا، تم الاتفاق بكل بساطة، رجعنا للسؤال البسيط، لماذا نريد شرعة؟ تؤطر، توجه، كذا. إذن كان منطلقنا بشكل رئيسي هو عملية كيف نساعد في تسخير العلوم والتقانة في دعم العملية التنموية. المبدأ بسيط، لا خير في علم لا نفع منه. نحن نريد علم يساعدنا في التعامل مع قضايانا التنموية الملحة، اقتصاد، اجتماع، بيئة إلى آخره. وبالتالي إذن كيف نضع؟ فكانت هذا ما قادنا. وبالتالي هنالك عمليات إنتاج، نقل وتوطين، وتسخير واستخدام المعارف. فوضعت في هذه السياقات الثلاثة كما ترون عملية إنتاج المعرفة، نقل وتوطين المعرفة، وتسخير واستخدامها، هذه السياقات الأساسية الثلاثة. طيب، من سيقوم بذلك؟ هنالك مؤسسات، هنالك أفراد، حكومات، هنالك قطاعات إنتاجية، وأيضا المجتمع ككل، هنالك مسؤولية مجتمعية. فمن هنا جاءت هذه لنقول المنظومة اللي هي أصلا تأتي من إنتاج ونقل وتوطين، نقل وتوطين وتسخير والأفراد. ونظرنا ضمن هذه المنظورة، ضمن هذه المنظومة، كيف ستكون هنا، ما هي الضوابط الأخلاقية المطلوبة ضمن هذا. وهكذا بنيت الشرعة. إذن هي شرعة ليست فقط عملية، هي شرعة عملية حتى يكون لها أثر على الممارسة الفعلية على أرض الواقع. شرعة أخلاقيات العلوم اعتمدت على عدد من المبادئ، مبادئ. لعل المبدأ الأول كان العدالة وحماية الحقوق كما ترون أنه في القاعدة. المبدأ الأول كان في عملية العدالة وحماية الحقوق، لابد أن تستند على عملية العدالة. الانفتاح والتواصل المنتج كان مبدأ آخر. نحن في المنطقة، في هذه المنطقة بحاجة إلى تواصل معرفي منتج، أولا مع أنفسنا حتى نتعرف على مشاكلنا بالشكل الصحيح، وأيضا مع العالم الخارجي. لا يمكن لك أن تقوم بعمليات إقامة مجتمعات واقتصادات المعرفة ونقل التقانة دون ذلك. طبعا كانت الأمانة والسلام العلمية إحدى المنطلقات الأساسية، المنفعة وعدم الإضرار، الرفق بالحيوان وحماية البيئة، وفي أعلى من ذلك احترام كرامة الإنسان. هذه المبادئ التي، معلش هذا مش عم بيسكر، من المبادئ التي اعتمدنا عليها. وأخيرا وليس آخرا، مبدأ الحرية. لا تستطيع أن تقوم بأي تقدم في مجالات البحث العلمي وهي جزء من الأخلاقيات وجود الحريات، الحريات الضابطة، بما في ذلك الحريات والمسؤوليات التي تترافق مع الحرية أيضا. لا أريد أن أطيل. طبعا بعد ذلك مشينا صراحة في أخلاقيات إنتاج العلوم، جينا بالمؤسسات، مؤسسات أخلاقية العامة، التدريب والتوجيه والإشراف، التأليف، النشر، الإنتاج العلمي، التقييم ومراجعة الأعمال، ووضعنا عدد من الضوابط التي وزعت عليكم، يعني لن يتسع الوقت حتى أذكرها واحدة واحدة، ولكن وضعت سواء للمؤسسات، الأفراد، وهنا كما ذكرت صنفناها للإنتاج. بعد ذلك انتقلنا إلى عملية أخلاقيات نقل وتوطين العلوم، مسؤوليات الحكومة، وضع السياسات التي تحدد المجالات الاستراتيجية، نشر ثقافة التفكير العلمي والعقلانية في المجتمع، تخصيص الأموال. نحن من أقل مناطق العالم التي تخصص أموالاً للبحث العلمي، ربما تشجيع الاستثمار الخارجي، الإتاحة للمؤسسات، التوعية بأهمية نقل العلوم وتطوير أداء إدارة العلوم، يعني ووضعنا عدد من الضوابط التي رأينا أنها مطلوبة كضوابط أخلاقية، ضوابط أخلاقية تضبط الممارسات، تسخير العلوم واستخدامها في التقانة. أيضا ذكرنا ما هي مسؤولية الحكومات، المؤسسات البحثية، الأفراد، وأهم شيء قضية المسؤولية المجتمعية، سواء للقطاع الخاص أو للقطاع العام، أن هنالك مسؤوليات أخلاقية لابد أن نلتزم بها كمجتمع وكمؤسسات مجتمعية بغض النظر عن وجودنا. وأعتقد زميلتي وزعت عليكم النسخ وهنالك التفاصيل. طيب، ما هي الخطوات المستقبلية؟ كما ذكرنا وضعناها، وضعنا المسودة. الآن
نحن نطمح بعد هذه الجلسة طبعا بالتأكيد يسرنا ويشرفنا أي ملاحظة تأتينا منكم، وسيكون هنالك إيميل سيتم توزيعه عليكم إذا كان هنالك أي ملاحظة، وأيضا بعد ذلك هنالك الخطوات المستقبلية التي ممكن تكون. أولا نحن نهدف إلى التشاور المجتمعي حول هذه المسودة الأولى بأوسع شكل ممكن، ربما سننظم إن شاء الله ندوات طبعا بالتعاون والتنسيق مع جميع الشركاء، وطبعا ونطمح إلى وجود شركاء آخرين في المنطقة العربية حول هذه المسودة. لابد سيكون هنالك عدد من الاجتماعات الإقليمية أو للمشرق مغرب خليج إلى آخره، حتى نصل إلى نوع من الصيغة المحسنة الأفضل التي يتفق عليها الجميع بالحد الأدنى. بعد ذلك سنذهب إلى جميع الدول العربية إن شاء الله، والتي هي بيت العرب ومظلتنا جميعا في هذا، حتى يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء العرب لتعمم بعد ذلك على الدول المعنية. هذه خطتنا إن شاء الله لعام 2018. وأختم بربما بعض الأسئلة ربما سنأتي عليها بعد الكلمات الترحيبية من أصحاب المعالي والجميع حول هذه النقطة. لابد أن نتباحث عن أهميتها، جوانب التي يمكن تحسينها، والآليات التي يمكن نتبعها في المستقبل. هذه الشرعة باختصار، وأشكر جميع من ساهم في إعداد هذه المسودة الأولى، ونتطلع إلى حوار ثري حول هذا الموضوع. شكرا. شكرا دكتور غيث فريز على العرض المقتضب للشرعة العربية. نستمع الآن بشكل مختصر لشركائنا في هذه المبادرة الطيبة. خصصنا 3 دقائق لكل متحدث. المتحدثة الأولى الدكتورة مها البخيت زكي، هي مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في الأمان العام لجامعة الدول العربية. تفضلي دكتورة مها. Good morning. I would like first to thank UNESCO Cairo office for organizing this special session on Arab Charter of ESIC for Science and Technology in Arab Region. The League of Arab States collaborate with partners in coordinating the drafting of the Arab Charter, and we will continue our work together until we submit this charter to be adopted according to the mechanism of adoption of the decision in the League of Arab States. And for those who are not yet know well about the League of Arab States, it is a regional organization, government regional organization like African Union and European Union, established in 1945 to coordinate and to cooperate together Arab affairs and policy in political, social, cultural, trade, science issues. And it has 22 member states, 8 of them in Africa, and 12 and the other 13 in Asia. It is not in the same geographical area, but they are sharing the same language and tradition. So the League of Arab States is one of the oldest organizations established in the same year of the United Nations. As I represent here the League of Arab States, I will shift to speak in Arabic. نعم هنالك حوجة لوجود شرعة لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية. لأنه شهدنا في الفترة الأخيرة هنالك حراك في منظومة البحث العلمي، حتى ولو كانت هنالك بعض الأصوات تتحدث عن أنه ما زال البحث العلمي في المنطقة العربية أو ما زال العرب بعيدين عن منظومة البحث العلمي، ولكن هنالك حراك، هنالك جهود، حتى تجمعنا الآن في مثل هذا المنتدى المخصص للعلوم في المنطقة العربية في الأردن، وهي إحدى الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، 7 دول فقط هي المؤسسة من ضمنها كانت الأردن، فتواجدنا هنا بدل على أنه في حراك في المنطقة العربية في منظومة البحث العلمي. أكدت القمم العربية اللي عقدت ابتداء من قمة الخرطوم في 2006 التي تحدثت عن تطوير مسيرة التعليم في المنطقة العربية والانتقال بالتعليم من التلقين المباشر والحفظ إلى أسلوب أكثر ابتكاراً. جاءت قمة الرياض 2007 القمة العربية، أنا بتكلم عن قمم بحضرها رؤساء الدول والحكومات.
قمة دمشق 2008 واللي تكلمت عن إنه لابد من أن العرب يدرسوا علوم جديدة، النانو تكنولوجي، الهندسة، ولابد من زيادة الإنفاق على البحث العلمي. الحكومات تلتزم بالإنفاق على البحث العلمي. توجت القمة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية عقدت في الكويت في 2009، دي كانت أول قمة تفرد للقضايا فقط الاجتماعية والثقافية من غير السياسية والعلمية. فكانت طلع الديكلاريشن بتاع الكويت في إنه لا بد من الإنفاق على الباحثين والمخترعين واحتضانهم وتوفير سبل استغلال ابتكاراتهم. إذن هنالك دعم سياسي موجود على أعلى مستوى من كل قادة الدول والحكومات تحت مظلة الجامعة العربية، وهنالك حراك في الدول ومساهمات. لذلك تأتي هذه الشرعة لتؤكد إنه هذا الحراك يحتاج لا أود أن أقول سيطرة، ولكن يحتاج إلى تنظيم أو إلى ضوابط تضبط هذه الأخلاقيات، لأن الباحثين والمخترعين والعلماء موجود كلهم في معمله وممكن أن يقدم أي نوع من أنواع البحوث، ولكن لابد أن يكون هناك جهة أو وثيقة أو مبادئ تحكم وتضبط هذه الأخلاقيات التي تسود يعني في المنطقة العربية. لذلك الشرعة يعني كانت أنا بفتكرها خطوة مهمة وإنيشيتيف كانت مهمة جدا. أنا فعلا بشكر يعني القائمين على أمرها، وإحنا التحقنا بها مؤخرا لكن بقينا شركاء أصيلين. طبعا دكتور معين همزة لما إحنا كنا في بيروت بدعوة أنا من المكتب اليونسكو في القاهرة يعني شاركنا في المسودة الأولى اللي هي وضعت، وإحنا حريصين. أنا بأكد يعني تاني إنه حرص جامعة الدول العربية على الاستمرار يعني بهذا الموضوع إلى النهاية، لأنه هو بيعرض على مجالس وزارية متخصصة بميكانيزم معينة. فأنا بأكد دعمنا يعني لهذا الموضوع. الشرعة أيضا طبعا زي ما ذكر دكتور غيث، إحنا ما حاخد أنا في التفاصيل لما تجي الأسئلة، لكن إذا أنتوا تمعنتوا فيها حتجدوا إنها لمست أشياء مهمة جدا كانت هي ريليتد بالأشياء الآن الموجودة متقدمة جدا. يعني إذا في جزئية منها تكلموا عن مسؤولية المؤسسات في جزئية التأليف، تأليف الكتب اللي بيقوم بها العلماء داخل المؤسسات الأكاديمية أو حتى الاختراعات، فكان بيتكلم عن إنه لابد من الاحترام هذه الحقوق. إحنا بنسميها كخبراء في الملكية الفكرية بنسميها سياسة مؤسسية للملكية الفكرية. يعني دي برضو وعي جديد الآن بدأ يكون في كل الجامعات والمراكز البحثية إنه لابد إنه يكون هذه الجامعات لديها سياسة للملكية الفكرية. السياسة هي وثيقة بتعد وتوضح من يملك ماذا وما هي النسب التي ستوزع. إذا تكلمنا عن اختراعات ستسوق شركاء خارجيين، من سيحصل على 20% ومن سيحصل على 30%. فهذه الوثيقة يعني بتساعد المسؤولين عن هذه الجامعات في إنه كيفية إعطاء الحقوق لأهلها وكيفية الاستفادة للجامعات من استغلال هذه الأعمال اللي هي بتعود لهم استغلالها ماديا. لذلك إذا إحنا عايزين نطلع بالجامعات من المنطقة من داخل الجامعة إلى السوق، لابد من إنه يكون في هذه الوثيقة اللي بيكون فيها مختلف أصحاب المصلحة، بيكون فيها الباحثون، التقنيين، الطلبة، شركاء التسويق، الجهات الصناعية، المنظمات الغير ربحية. لازم يكون في إرشادات بتوجهك عن كيفية اتخاذ قرار بشأن الملكية الفكرية. فده ما أشارت إليه الوثيقة، وده بيأكد إنه هي كانت متقدمة للشرعة وهي متقدمة في إنه طرحت سياسة الملكية الفكرية. طبعاً بعد كده لما تنزل على أرض الواقع بيجي التوسع، بيجي من الخبراء المسؤولين عن الملكية الفكرية، بنمد الناس بالمعلومات، وكجامعة عربية كغيرها كمنظمات يعني حتفيد أكيد يعني المراكز البحثية والمؤسسة الأكاديمية في إنه كيف تكون هذه الوثيقة اللي بتنظم البوليسي بتاعت الملكية الفكرية في الجامعات. أيضا في أشياء مهمة جدا أشارت لها الشرعة عن إنه مسؤولية الحكومات في مراعاة نقطة أخيرة حاختم في مراعاة الجماعات اللي بتستوطن أرض ما أو مشروع ما. يعني أنت لما تعمل بحث لازم أنت السكان الأصليين يعني لازم أنت تنمي موارد مش تستغل هذه الأشياء الموجودة لديهم، سواء كانت معارف في صناعات دوائية، طرق صيد، طرق زراعة، من غير ما أنه يكون في عائد بيعود لهذه. فهي طرقت هذا موضوع هام جدا وبيناقش على المستوى الدولي. في الختام أنا بشوف أنه الوطن العربي جزء من المجتمع الدولي،
ولازم احنا نكون حاضرين على أجندة المجتمع الدولي ونتفاعل مع الغير، ويكون هذا التفاعل من خلال الشراكة مع هذه المنظمات، اليونسكو، جامعة الدول العربية، وجود الاتحاد الأوروبي وكل المنظمات الأخرى، لأنه دي وظيفتنا احنا كعرب، احنا الموجودين على أرض المنطقة، واحنا الأدرى بأهل مكة، أدرى بشعابها، لذلك بننقل الخبرات من هنا وهنالك حتى يستفيد الجميع يعني من المنظومة الموجودة. سيتم إن شاء الله رفع هذه الوثيقة بالميكانيزم اللي أنا ذكرتها، وممكن دي تجي في مرحلة ثانية إذا توجهت الأسئلة. شكرا جزيلا. شكرا دكتورة مها. المتحدث التالي هو الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي للبحث العلمي في مصر، وهو طبعا ينضم إلينا اليوم كممثل عن معالي الوزير. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على حضراتكم جميعا. سيد الدكتور معين حمزة، سيد الدكتور غيث فريز، دكتور هيلين ديرود، دكتورة مها زكي، دكتور محمد الوزير، Her Excellency Minister of Education South Africa، دكتور بهاء، الأساتذة والعلماء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أكون مع حضراتكم اليوم للمشاركة في فعاليات هذه الجلسة الخاصة التي تنعقد تحت عنوان ميثاق أخلاق عربي من أجل علوم وتكنولوجيا تعزيز تركز على الإنسان في المنطقة العربية، وينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من الشركاء الإقليميين في إطار المنتدى العالمي للعلوم 2017، والتي تحتضن فعالياته المملكة الأردنية الهاشمية، ويحظى برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله بن حسين، ومشاركة وحضور كبير لنخبة من مؤسسي المؤسسات والجهات المعنية وأصحاب المصلحة في المنطقة العربية والعالم. أود في البداية أن أنقل حضراتكم جميعاً تحيات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورغبته الشديدة في الحضور والمشاركة لولا وجوده الآن في منتدى الشباب العالمي، وتمنياته لكم جميعاً بكل التوفيق. واسمحوا لي أن أتوجه باسم آية الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً، والشكر موصول لكل من له جهد وإسهام طيب في تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير الذي نسعد بوجوده في بلد عربي عريق، وأطيب تمنياتنا له بكل التوفيق والنجاح. الأساتذة والعلماء، بيأتي انعقاد حدث كبير بحجم المنتدى العالمي للعلوم ليعطي إشارات لا يمكن تجاهلها، سواء بشأن الأولوية التي توليها الحكومات والمجتمعات العربية إلى قطاع العلوم والتكنولوجيا، أو بشأن سعيها الحثيث لتحقيق تنمية مستدامة يكون الإنسان هدفها المنشود بقدر ما يكون وسيلتها وأداة تحقيقها. حيا منذ حوالي شهرين استضافت مدينة إستانا بجمهورية كازاخستان القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا، التي نستطيع القول أنها ستكون عظيمة الأثر في بلادنا، وبالنظر إلى ما أسفرت عنه من نتائج وما أقرته من برامج وخطط مستقبلية، ستكون الدول العربية التي تتمتع بعضوية منظمة التعاون الإسلامي من أكبر المستفيدين منها، ولا سيما في صدد مكانة وأولوية البحث العلمي والتكنولوجيا على الأجندة الحكومية، أو تغيير أهداف وغايات هذا القطاع بوجه عام ليكون تركيزها الأكبر على الإنسان. من جهة أخرى، تمثل الجهود التي تقوم بها جامعة الدول العربية وبصفتها مركز التنسيق للعمل العربي المشترك في شتى المجالات، ومن بينها مجال التربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع منظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المكان، أداة أخرى لتطوير وتنسيق العمل وجعل مقدماته ونتائجه تصب في صالح تنمية المستدامة بمعناها الحقيقي. أخيراً وليس أخيراً، بيأتي الحدث الكبير الذي نلتقي اليوم في إطاره، وأعني بها المنتدى العالمي للعلوم، هذه الجلسة الخاصة التي جاء تنظيمها بناء على اجتماع الخبراء العمل في العرب في مجال أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في بيروت يوليو 2017، وتستهدف إعادة ترتيب أولويات البحث العلمي والتكنولوجيا ليكون الإنسان مركزها ووسيلتها وغايتها، وصولاً إلى مسودة أولى لميثاق عربي لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا. وكما قال الدكتور غيث الحقيقة وعرض العرض بتاعه، العرض الشيق الواسع، نحن جميعاً نقف مع سيادتك، وبالفعل نحن وراها إلى أن تصل إن شاء الله وتشوف النور للنهاية بإذن الله، ومعاكم بالكامل وكل خبرائنا في مصر بإذن الله.
وده طبعا وصولا للمسودة الأولى لميثاق عربي لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا ليؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح وأن تضافر جهودنا والتنسيق والتكامل بيننا ستكون نتائجه طيبة أقرب كثيرا مما نتصور. من أجل ذلك فإنني أتوجه بتحية شكر وتقدير إلى كافة الجهات المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية، كما أتوجه بالشكر والتقدير للسادة القائمين على هذه الجلسة وأصحاب فكرتها السديدة، مكررا تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والسداد ولوطننا العربي وشعوبه كل تقدم وازدهار ورخاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عصام خميس على مداخلتك. المتحدث التالي الدكتور الهاشمي الوزير، هو مدير عام معهد باستور في تونس، تفضل. صباح الخير. I will speak in English. Okay. In fact, first, we are proud to be part of this initiative and this charter for ethics for the region. And it's something very, very interesting, and it's needed now because of the development of science and the involvement of different groups from the Arab countries in research, science, and technology, etc. It helps, of course, this charter, it will help the different level of responsibilities as it's written, the level of government, the level of institutions, which are very important, academic, universities, and also at the level of the scientists and the civil society in general. What I want to make here is just to share some idea or some things that are included in the charter in the experience of Institut Pasteur of Tunis as research institutions that are involved in health and biology, health, human and animals, developing and producing some vaccine, therapeutic serum, and with reference labs and with different research activities. So all these responsibilities and mission led us to start and to have some experience linked with all aspects related to ethics, deontology, integrity, etc. And I think also that using and investing for the promotion of the charter on research institution, on university is something very important because they have the opportunity to have the frame of all these aspects. I will give you some example. And universities also impact all the people or research institution, the scientists that are working in this university or in this institution. And also institution can impact the government to try to help and to propose some action in order to have the frame of all these aspects. And having this charter in hand for the government and for the institutions and also scientists will help all these holders to promote these aspects. Again, these aspects are needed now. In Tunisia, we have what is called, in terms of ethics, we have the National Committee of Ethics. It gives only some recommendation. But in the research institution, we already have, because you mentioned at the beginning that in the sector of health, there is some initiative, of course, because we are obliged to apply. We are obliged to have what is called an institutional review board. We have it at Institut Pasteur in Tunis, which is the first one in Tunisia since the 1990s. This is very important. And having this kind of institutional board in different university institutions is something very important, even in other field of research. There is another point which is important, is what is called biosafety, biosecurity aspects.
in all fields of research and science. Is we have to be aware about these aspects, biosafety, biosecurity, to prevent the risk that exists when we use, let's say, highly pathogenic organism or something like that, but also what is called the dual use. You know, there is intentional use sometimes, and we have to prepare our institutions against this kind of thing. So it's something very important. And now in our institute, we added the all aspects related to biosafety, biosecurity as one of the missions of the Institutional Review Board. There is no research. We don't start any research program if we don't have the clearance of the Institutional Review Board, who evaluate all aspects related to ethics, but also to aspects biosecurity and biosafety. Another point which is very important, and it's also developed in this charter, is the aspects of deontology, integrity, and the relation between scientists, or between different groups, and sometimes students and their supervisor, etc. This is something also important that we want to implement in our institute, which will be involved in all aspects related to deontology and integrity. Another aspect that you developed is intellectual property. It's something important to protect the institution, the scientists. So we have in some institution, we have to have people, professional in intellectual property. The people who give the advice to the institution before signing, for example, material transfer agreement, material, biological material, or genetic material from another team to another institution, etc. What is called also agreement and memorandum of understanding, all these aspects are important. This is why I think, and I will conclude by this, that one of the key partner or key target for this, the promotion of this charter should be the research institution, academy, and universities, because they can impact all their staff and also can promote and do some activities to the government in order to put the frame and the policy. Thank you very much. شكرا دكتور الهاشمي الوزير على المداخلة. Our next speaker will give us a perspective perhaps from outside the region. We are happy to welcome Professor Hélène de Rode, who is perpetual secretary and founding member of the European Academy of Science. What is yours? I was asked to compare the Charter of Ethics in Arab region with what has been done in Europe. I have made inquiries in various directions, and I would like first to make some general comments. I have had discussion with the chairman of the Ethics Committee of the European Mathematics Society. And he explains that most of the complaints this committee receives are about cases of plagiarism. And this is a general problem. It is important to solve these cases and to make sure that awards are given to the scientists who deserve them. A way to understand the development of scientific research integrity rules is to observe the scandals in the scientific world. In my report, I comment three big scandals. The first one is the Wakefield scandal, which occurred nearly 20 years ago. Dr. Wakefield published a paper in a British journal demonstrating a link between some vaccines and autism. This was a completely fraud, and he was paid for that. But people believed him,
And since then, there is a very large movement everywhere of parents refusing vaccines for their children, and the result up to now is that illnesses that had disappeared are present again in many countries, and in some places they are endemic. This shows how important it is to have rules imposing to publish in serious journals, respecting codes about review by peers and about authorship. For instance, in this case, this paper was signed, of course, by Dr. Wakefield, but also by 12 very famous scientists who didn't read the paper and who didn't write a part of it. Of course, after that, they retracted, but it's, of course, against all rules. The second scandal I comment is called the Monsanto Papers. It has been proven that the American firm Monsanto has written scientific studies demonstrating that glyphosate used to prepare the Roundup presents no danger for public health. And Monsanto paid scientists of great reputation to sign these studies. This shows, of course, it's no certain that glyphosate is cause of cancer. This shows how important it is to develop rules imposing all researchers to declare their links with sponsors, etc., and all possible conflicts of interest. My third general comment is linked with a third big scandal, the Marchiarini scandal at Karolinska Institute. Dr. Marchiarini, Professor Marchiarini, is a star surgeon, and he has killed many of his patients after the Karolinska Institute had hired him as visiting professor and as surgeon. Karolinska Institute is one of the most famous institutions in Sweden and in the world. It is there that the Nobel Prize in medicine or physiology is attributed every year. And it has been proven that the decision to hire Dr. Marchiarini was taken by two leading managers of the institute, and they had disregarded the rules. They had received expert advice which were negative, and they disregard them. The report of Professor Marchiarini about his preclinical trials about the innovative surgery he had proposed were fraudulous, and nobody verified this report. So, in such an institute as the Karolinska Institute, there was not a problem of rule, of course. The problem was the respect of rules and the control. So, this leads to my second report about the Charter on Ethical Science for Arab Region. In this, you will see in my reports, I comment I resume the report made by Professor Corvol for the French government. The French government asked to Professor Corvol, member of the Collège de France, to make a
study about the present situation in all institutions, in universities, research centers, and so in France. And this report was presented, last year. And so I would just make some remarks about the charter. What is in the charter is very good. It's excellent. But it's not complete. You will have to add various rules. It is important, as showed by the scandals, it's important to organize independent control for the rules. This means with external experts. It's important also, and the Professor Corvol's report shows that, to organize a general commission at the national or even at international level, to organize the control on a general basis. About publication, you have in the charter rules about publications, but I think you should add that institutions must control that researchers publish in serious journals, organizing review by peers, because all journals doesn't organize that. And for instance, the European Mathematical Society, his chairman of ethics committee, says that one present problem is the predator journals. They receive money to publish papers, and they don't organize any review. You have also perhaps to add rules about funding agencies, because agencies should also verify that researchers asking for grants commit themselves to respect integrity rules. And last, you should add organization about international cooperation. In Europe also, and Professor Corvol wrote that in his report, we consider international cooperation about development of ethics rules is essential. So, thank you for your attention. Thank you very much, Professor De Rode. We open the floor for discussion. I will leave Dr. Reith to you want to moderate the discussion. And أنا عميد بحث علمي في أحد الجامعات الأردنية. عميد بحث علمي. أنا عميد بحث علمي في أحد الجامعات. أوكي. أنا الأستاذ دكتور إسماعيل عبابنة، عميد بحث علمي في جامعة آل بيت أحد الجامعات الأردنية، وموضوع البحث العلمي والإثكس في البحث العلمي موضوع كثير بهمني، فبدي أحكي عن قضية. هناك عدد كبير من المجلات، كبير جدا، مئات من المجلات اللي تظهر يعني تنشر في بأسماء بريطانية وأمريكية وغير ذلك، مئات، وينشر فيها الباحثين العرب بالعشرات والمئات المقالات، وهي مجلات، وأؤكد لكم لا وجود لها من الناحية العلمية. هيئة التحرير فيك، يعني هيئة التحرير أصلا أسمائها غير موجودة، عملية التقييم غير موجودة. أعطيكم أمثلة، يقولون أن رئيس هيئة التحرير فلان، وعندما تبحث عنه فإنه غير موجود. أحد أعضاء التحرير يكون مثلا موظف أحد بالآي تي إلى آخره. فهناك مئات من المجلات. في حبيت أحكي لكم بس في قائمة بسموها بيلز ليست، كانت موجودة على الإنترنت، بيلز ليست
كانت موجودة على الإنترنت ولكنها حجبت. هذه القائمة كانت تحتوي على أسماء مئات الناشرين، مئات الناشرين، عندي يعني احتفظت بنسخة منها، ومئات المجلات التي تعتبر يعني فيك وغير هذا. فإحنا الآن مشكلة بطبيعة الحال أنه نحن بحاجة على المستوى الوطني أو حتى على المستوى العربي، مثل ما تفضلت السيد من فرنسا، بحاجة نحن لمؤسسة تدرس مثل هذه المجلات، تتابعها وتتخذ القرارات، لأنه نحن عندما نرفض اعتماد مجلة فإنه نحصل علينا ضغط لا تتصوروه، ونحن نقبض على الجمر. شكرا دكتور، شكرا دكتور. رجاء لدينا نصف ساعة فقط، فأرجو أن تكون الأسئلة موجزة موجزة، وأن تكون الأسئلة في محور هذه الندوة فيما يتعلق بمشروع الشرعة. أنا على يقين بأن موضوع البحث العلمي هو موضوع متشعب ولديه هناك العديد من الجلسات لهذا الموضوع، فأرجو أن تتمحور الأسئلة حول هذا الموضوع. تفضلي. اسمي يسرى صبيح، مكتبة اسكندرية من مصر. سؤالي عن آلية تفعيل التشارتر دي بعد الوصول للمسودة النسخة النهائية، هل هيكون هيتم رفعها كتوصية للجامعات، ولا هيتم يعني تعميمها على مثلا الوزارات ويتم تبنيها من لجان الأخلاقيات العلمية الموجودة في كل جامعة؟ شكرا. شكرا. اسمي رامي قعين، دكتورة بالجامعة الأردنية. سؤالي إنه في داخل الشارتر في الآليات والمسؤوليات يلي لازم المؤسسات والأفراد والحكومات تتبعها في البحث العلمي. طيب موجود داخل درافت الشرع الآليات يلي راح تتبع إذا الأفراد والمؤسسات والحكومات أخلت بمسؤوليتها أم لا؟ تفضل دكتور. جواد الخراز من مركز مدرك الأبحاث العلمية في سلطنة عمان. أشكر كل الحضور على العروض المتميزة. تعليقي أو سؤالي فيما يخص هذا الميثاق، أعتقد ميثاق متميز. كما تحدثت السيدة هيلين من بلجيكا، هناك بعض النقاط ربما يجب إضافتها إلى هذا الميثاق ليكون شاملا. أعتقد أنه طبعا بعد هذا المجهود القائم من طرف جهات مثل اليونسكو وغيرها يعني طرح هذا الميثاق للهيئات المسؤولة من الجامعة العربية وكل الفاعلين في قطاع البحث العلمي في المنطقة العربية، أعتقد أنه يكون هنا يجب أن يكون هناك نهج تشاركي بحيث إشراك أيضا الباحثين الشباب الطلبة في الجامعات، لأنه لو تم في مرحلة لاحقة إقحام بشكل أو بآخر هذا الميثاق في بعض الدروس، مثلا أعرف أن مكتبة إسكندرية تقوم أحيانا بتدريبات في هذا المجال، لكن يجب أن يعمم هذا المجهود على مستوى كل الجامعات العربية، لأن الباحثين الشباب قبل ولوج الدكتوراه يجب أن يتم تدريبهم على هذه الأخلاقيات، بحيث بعدها عندما يحكمون أو يكملون الدكتوراه ويحكمون المجلات وشواهد الدكتوراه إلى آخر ذلك يستفيدون من هذه الأخلاق ويطبقونها. شكرا. شكرا دكتور. رح نبقى بهذا الجزء بس رجاء الإيجاز. تفضلي. Lama Shashaa from International Robotics Academy. I'm actually interested in the plagiarism part, and as I believe strongly that technology is invading the world, I believe that we need to have something just to make sure that the papers are which are submitted can go to a website or something that we can make sure that there is no plagiarism. The Arabic content is a little bit tricky because we have turned it in English and we can make sure that this is done, but I'm not sure if in Arabic we can have the same platform where we can put in all these papers and make sure that it's not an imitation or translation for something recent. And I wish that we will see this as one of the ethics that should be included. Thank you. Thank you. تفضلي. سحر مهنا، أستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحر والمصايد مصر. أنا برضو يعني الشرع والمنهج ده شيء والوثيقة دي شيء جيد جدا، وخصوصا في الدول العربية، لأن طبعا إحنا مشهورين بعدم الالتزام شوية إلى نوع ما. فمدى أنا بسأل عن مدى الالتزام بهذا المنهج أو بهذه الوثيقة، هل في نوع من العقوبة أو البنشمنت بعد؟ رح نعمل جيش للأخلاقيات. أوكي. تفضل. السؤالين في تفضل. أوكي. رجاء تفضل وبعدين My name is Ali Al-Sawalmi. I am a researcher at the University of Jordan. Actually, with regard to ethics, from my point of view, well, I spent around 12 years in Germany before coming back to Jordan. I was working in the research. And what I really can say about this is something very important that
in generally saying Arabic countries are caring about quantity more than quality. So if we would like to talk about ethics, we should promote the concept of quantity and not equality and not quantity. That's what we have to care for. And if you want to start, we should start from school education and not from university, because they are products of schools. And we don't have only public schools. We have public schools, which are very bad. And we have private schools, which are for rich people. Okay, they get a very good education. And when they finish, they go to the United States and Europe. So we don't use them anymore. So which is left here is only the products of public schools. From my point of view, we should improve public education. We should improve the concept of quality, and not we just care about how many papers do you have. I had this problem because here I publish one paper a year, and they all tell me this is very bad, but I publish in a very good journal, and others, they publish 10 papers a year, and they say, oh, look at them, they are very perfect. So this is our problem, quality, quantity. We should care for this. Thank you. شكرا. بعد في سؤال واحد بهذا الجزء. طيب تفضل. السلام عليكم. يعطيكم العافية جميعا. دكتور علاء البطار من فلسطين جامعة القدس المفتوحة. أرجو أنه عند اعتماد هذه الوثيقة يعني المهمة واللي حول شرعنة أخلاقيات العلوم والبحث العلمي أن يتم تعميمها من خلال اتحاد البحث العلمي لاتحاد الجامعات العربية للبحث العلمي على كافة الجامعات للالتزام بها، لأنه هذه شغلة ضرورية. لا يعني الهدف منها رفع مستوى البحث العلمي في كافة الدول العربية ومن أجل يعني الرقي في هذا المستوى. شكرا. شكرا. Thank you, Mr. Chairman. If I share my experience, my name is Enda. Please, Show. A question, please. Yeah, yeah. Well, like a question also. We don't have time for this. Please, understand. A question. Yes. Okay. Let me go. I think the question that was raised in terms of education is extremely very important. Yes. But even if it is educated, a person is educated, in history of science and philosophy of science, we understand that there are tremendous plagiarism. I'm a geneticist by profession. For example, Watson and Crick, the data that they have taken from a different laboratory to come to the structure of DNA. One could go also to Mendel, where he actually manipulated the data, and you cannot repeat the data of Mendel. It is 100% correct, and you cannot make 100% correct in experimentation. So that exists throughout history. Plagiarism, taking the data of people, had existed. But I think the important thing is in projects also, not only in MSc and PhD thesis, but in projects. If one has a good idea and submitted a project to a funding agency, how much that is authenticated in order to be taken very seriously. So there is tremendous attitude. Thank you. We get the idea. The funding agencies must be aware of the ideas of different people. I will. Okay. It's up to you now. I will answer this part of question later on. Okay. Okay. Thank you very much. Maybe we should go to the other side of the room, and then we leave it back to the panelists to respond. So, yes. Whatever. And then we go to the left, yeah. I'll try to be brief. I just wanted to preamble by saying I'm from Canada, and a week ago Friday I chaired a session in Ottawa that was entitled Ethics for Human-Centered Science and Technology in Canada. And you could argue that we have a very robust charter of ethics for and well-established procedures. We're actually trying to bring it out into the private sector, into small firms, and add dimensions like respect for indigenous people. But, and this is the point, suggestion I'd like to make, is our whole paradigm and what we think we've been good at is being undermined and challenged and disrupted by two things. One, we heard about this morning at the plenary, the wave of artificial intelligence and big data
and how that undermines our perceptions of informed consent and respect for human rights and privacy. It's really kind of throwing sand in the gears of our processes on ethics and in research. And the other one is a little other trend that's a little more hopeful is the something that was exemplified in the opening ceremonies when they talked about the merger of social sciences and natural sciences and engineering, not just respecting ethical requirements in both spheres, but in the integration of them and having, which is a good thing, humanities, social sciences embedded in the engineering and natural sciences research at the beginning, but it opens up, so my suggestion, the Arab Charter can leapfrog and be a model for the world if it considers those issues, and it can jump ahead of the Europeans, certainly Americans and Chinese and us, if it would consider that, those two issues. Big data, artificial intelligence, and the full integration of the social. Thank you. That's a very valuable thing. Yeah, my name is Fawaz Al-Karmi. I'm with the Higher Council for Science and Technology in Jordan. اقتراح محدد للفيوتشر بالضبط اقتراحات المحددة بنرحب فيها بالتأكيد انه يعني يكلف شخص في كل بلد عربي to be the coordinator ويعمل مشاورة وطنية في البلد مع الجامعات مع مراكز البحث مع حتى القطاع الخاص ويكون هناك اجتماع expert group meeting في somewhere وتناقش هذه الأفكار حتى تعدل هذا وأضيف على كلام زميلي برضو إنه اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الغرف الصناعية والتجارة والغرف التجارية برضو مهم في هذا المجال شكرا شكرا جزيلا مساء الخير أنا نادية الذكروري صحفية من مصر سؤالي للدكتور خميس إزاي ممكن ندمج هذه المسودة في التشريعات المصرية المتعلقة بأخلاقيات البحث العلمي التي جاري إصدارها هذه الأيام في مصر سؤالي للدكتور معين هل استفدتم من الخبرات الأجنبية فيما يتعلق بالميثاق أعتقد وفقا لملاحظات دكتور هيلين هناك بعض الأشياء الأخرى يجب أن تستفيدوا منها وفي حال إقرار هذه المسودة من مجلس الوزراء العرب هل هيكون هناك تحديث لها في ضوء المجريات التي تحدث حول العالم سؤالي للدكتور هيلين حضرتك مؤسس الجمعية الأوروبية للعلوم وأعتقد يعني هذه الأكاديمية عريقة لكن ما زال هناك اختراقات في البحث العلمي في أوروبا كيف يمكن أن نسد هذه الفجوة عالميا قبل أن نبحث عنها في العالم العربي شكرا شكرا سيدتي شكرا لكل المنتدين أنا اسمي عبد الرحمن المصري من مؤسسة عبد الحميد شومان في عمان أنا بس أود أن أسأل يعني ما هي الجهات العلمية أو البحثية في الوطن العربي اللي استشيرت عند صياغة هذه الشرعة ثانيا كما سأل أغلب الحاضرين هنا ما هي الضمانات هل هناك إجراءات أو نقاط وضعت في هذه الشرعة لكي يلتزم بها مستقبلا عندما تقرر من الجامعة العربية وشكرا شكرا شكرا دكتورة عايدة السعيد مديرة مركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك حسين أول شيء I'll speak in English excuse me I prefer the title up there human-centered science I think if we can use that in the draft it would be better on that note I think there needs to be more emphasis if we can add more when it comes to the human subject research have you taken into consideration NGOs most of the research being done on the ground, I'm, with all due respect to all the academic institutions, is you know through NGOs, refugees, some of the most vulnerable groups now at a time where everyone on the outside is coming to do research here in our area, we need NGOs to be covered. Oh. Are you taking into consideration vulnerable groups, informed consent, no harm policy? Research with children, verbal consent from them, written consent. These are things that are being overlooked in all of our countries. And then the last point, something about language. Everyone, you know, comes, most of the research is being foreign funded. I understand that the output comes out in English for the donor. But this is research that's being done in the Arab world. We should have something that says that the research must also must first be published in Arabic and then translated if needed. شكرا جزيلا آخر مداخلتين لأنه مشان بصراحة نعطي مجال للإجابة.
So my name is Mark Thorley. I'm a member of the International Council for Sciences Committee on Freedom and Responsibility in the Conduct of Science. And until June this year, I worked for the research councils in the UK, where I was one of the authors of their policy on open access and was heavily involved implementing policies around open access and open data. 2 points. Should the charter include something around what in the UK we call the Haldane principle, which is a separation of the fact that the state should not influence the research funders as to what research should be undertaken? And secondly, I'd like to see some level of commitment to open science, especially around open publishing and open data, because that is the way that the research paradigm is going in the 21st century. Which gets onto the whole issue of intellectual property rights and how you make research open and exploitable without binding it up in too difficult intellectual property regime. Thank you. Any interventions from this side? I don't see. We have the last. شكرا. أنا اسمي شاكر زبادة من جامعة النجاح فلسطين. يعني أنا بتوقع الإشي المحدد اللي بدي أحكي باختصار إنه يعني كل شرعة أكيد إشي مهم إن نحط هاي الأشياء عشان نعمل يعني نحد من موضوع يعني عدم الالتزام في أخلاقيات البحث العلمي وغيره، بس لازم نسأل حالنا سؤال، ليش بمنطقتنا إحنا يعني هذا هو الجذور، يعني ليش بمنطقتنا الأخلاقيات أقل من مناطق تانية؟ يعني لازم نبحث عن الجذور يعني كمان بموازاة موضوع الشرعة. الجذور إنه إحنا يعني نكون صريحين مع نفسنا، نحن مؤسساتنا البحثية ضعيفة، الدعم البحث العلمي ضعيف، الموضوع الجامعات هي تدريسية أكثر منها بحث علمي، فما في وقت عند الباحث فبضطر يلجأ، طبعا هذا مش مبرر أكيد، فبلجأ لهذا الموضوع. شكرا. شكرا. آخر مداخلة تفضل. شكرا. يعني المدونة أو الميثاق يعني شيء جيد، يعني في معايير كثيرة، بس يعني معروف إنه الأخلاق يعني الحق الفلسفي مثالي، ينظر إلى ما هو إلى الأفضل في وينظر إلى ما هو كائن في المستقبل. هاي نقطة. النقطة الثانية أسئلة قصيرة فقط. المعايير الموجودة في الشارتر في الميثاق، هل هناك آلية لفحصها على أرض الواقع؟ في أدلة مثل ما يعني في ريفيو مثل الأستاذة هيلين حكت إنه في ريفيو للأبحاث التي تقيم في المجلات العلمية. النقطة الثانية، مين راح يكون مسؤول عن تطبيقها؟ هل جامعة الدول العربية؟ هل هي راح تصير مثل ميثاق حقوق الإنسان العربي مثلا؟ يعني ما في إشي واضح بالنسبة له. شكرا سيدي. دكتور هادي نسور من هيئة الإعلام. خلينا بس خلينا هلا لأنه بقي معنا من الوقت يمكن حوالي ربع ساعة، فأنا بدي أطلب من جميع السادة اللي موجودين على المنصة في عجالة، كل واحد دقيقتين أو ثلاثة في الإجابة، يعني بنمشي جميعا بهذا الأمر. فربما نبدأ مع الدكتور معين. شكرا للأسئلة الواضحة والصريحة. أنا بحب أقول إنه مشروع الشرعة هو قيمة مضافة للبحث العلمي. قد يكون البحث العلمي ضعيفا، وهو ضعيف في مجالات عديدة، السعي لإقامة الشرعة لإعطائه قيمة مضافة وليس للحد من قوته، ولكن لتأكيد مصداقيته. هناك أزمة للبحث العلمي في العالم العربي، والأزمة موجودة ولكن لا يمكن التفرج عليها وعدم مواكبة التوجهات العالمية لتكون أخلاقيات البحث العلمي وتطبيقاته محترمة. هناك أسئلة كثيرة حول آليات والتطبيق والتعميم. الشرعة هي وثيقة سوف يتم تبنيها نرجو على مستوى الوزراء، ثم تنتقل لتبنيها من المؤسسات. في لبنان قمنا بنفس الآلية، وهناك 20 جامعة حضرت إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء للتأكيد على التزامها بها، وقعت الشرعة، وتتضمن الشرعة بأن كل مؤسسة إن كانت مؤسسة بحثية أو جامعية عليها أن تشكل لجنة داخلية IRB، وهذه موجودة في عدد كبير من الجامعات. هذه اللجنة يكون لديها هذه الشرعة بخطوطها العامة، وتضع كل جامعة وفقا لآليتها وأنظمتها الآليات الداخلية للتطبيق. والتطبيق، وأعني وأنا أرجو أن ما زال أتحاشى كلمة بما فيها اتخاذ العقوبات في حال أخطأ البعض في تنفيذها، لأن الخطأ
سوف ينعكس على سمعة الجامعة وعلى موقعها في منظومة التعليم العالي أو في منظومة البحث العلمي. بطبيعة الحال أحد بنود الشرعة يتضمن أن تتحول إلى مقررات يجب تدريسها على مستوى الدكتوراه ومستوى الماجستير لإعداد الشباب لهذا الموضوع. صار الحديث عن تزوير المقالات، يعني لا أريد أن أزيد على معاناة من يديرون مجلات علمية. نحن في لبنان لدينا المجلة العلمية اللبنانية، وأقول لكم بكل صراحة نرفض 35% من المقالات التي تردنا، مش فقط من العالم العربي، حتى من دول أوروبية، لأن نسبة البلاجياريزم فيها تزيد عن 50%، وهذه معضلة. أحياناً نكون ظالمين للباحث، وأحياناً أخرى نقع ضحية التزوير الذي يأخذ أشكالاً مختلفة. الشرعة بطبيعة الحال هي حافز للعمل النوعي وللإنتاج النوعي ليس الكمي، ولكن الانتقال من النوعي إلى الكمي يتطلب تعديل في أنظمة بعض الجامعات. ما تزال عدد من الجامعات يحتسب الترقية على أساس عدد المقالات العلمية وعدد السنوات دون أن يأخذ بعين الاعتبار خدمة المجتمع أو خدمة المحور العلمي الذي يعمل عليه. موضوع التعميم سوف يتكلم عنه الدكتور غيس، وأريد بس أن أضيف نقطة أخيرة، أن لبنان عندما وضع الشرعة، وهذا الجواب للسيدة الصحفية، عندما وضع الشرعة لم نخترع شيئا، لقد قمنا بالاطلاع على كل الشرع المتداولة من نيوزيلند حتى فنلندا حتى أمريكا وحتى أمريكا اللاتينية، وأخذنا منها العناصر الأساسية، وقمنا ما قمنا به هو بتكييف هذه المعطيات حول الواقع اللبناني. فنحن لم نخترع شيئا، وليس هناك من شيء لاختراعه، ولكن المطلوب هو مواكبة الجهد العالمي بإعطاء العلوم قيمتها المضافة. شكرا جزيلا دكتور. في يمكن الدكتور من مصر، تفضل. طيب شكرا جزيلا. هو يمكن حضراتكم في مراعاة الوقت اتردد الحقيقة كتير جدا في الأسئلة الجزء الخاص بالنشر العلمي والعلاقة بينه وبين المجلات وخلافه، وزي ما حضرتك تفضلت دلوقتي الكمي والنوعي. الحقيقة احنا فعلا لازم نهتم في الترقيات مش بالعدد، انما المفروض ان احنا ندخل فيما يسمى بفيلد سايتيشن اندكس. ده اللي النهارده لازم نبص عليه، يعني ما تقوليش عندك كام بحث، انما اشوف الافرج بتاعك، الافرج العالمي في كل تخصص واحد احنا فين النهارده. لما بتكلم هتكلم عن مصر لو تسمحوا لي، انا عندي المتوسط لكل التخصصات لل180 الف بحث، دول كلهم الافرج بتاعهم داخل على الواحد 97% تقريبا، ولكن لو جينا دخلنا في بعض التخصصات بلاقيها above 1. شوف ازاي احنا الباحث بقى نفسه اخده باحث باحث، ومن هنا اقدر احكم عليه مش بمجرد الاعداد. المجلات النهارده احنا ليه دايما بنتكلم على مجلاتنا المحليه؟ انا لما اتكلم عن المجله المحليه هقول المجله المحليه التي يمكن رفعها على احدى البورتلز زي السيفير على سبيل المثال، هنا اقدر اتكلم عليها. يعني معنى كده ان هي راعت جميع المعايير الدوليه، واحنا النهارده بنعمل الكلام ده عندنا في بلدنا. لما نيجي نقول بعض المجلات بلا يصعب عليه انهم بهذه المهمه، انا عندي 31 مجله النهارده قدرنا ندخلهم في سكوبس، يعني بتدخل سكوبس هتلاقي فعلا المجلات دهيت موجوده واخدت ابحاثنا كلها لفوق. اللغه العربيه السيفير قبل ما اجي على طول بيوم كنت جايب عندي الاي اس اي والسيفير، بجيب الجهتين دول مظبوطين، اي اس اي يعني ويب اوف ساينس، الاثنين دول موجودين عندي في المكتب بتكلم هعمل ايه في العربي. اتفقنا اخيرا ان احنا هنعمل الاتش، هنعمل الابستراكت اللغه العربيه يبقى اكستندد، ادخل فيه جزء من الاكسبيرمنت وخلافه، وفي نفس التوقيت الريفرنسز والفيجرز كل دول باللغه العربيه. هتترافع المجله على سكوبس، هنا هيلاقي اللي هو له رغبه في الهيومانيتيز والسوشيال ساينس ان هو يقرا الابستراكت ويبقى مشدود ليها، هبص اللي اتحسبت لينا بعد كده وياخد من التفاصيل. الحقيقه في حاجات كتير لو الوقت يسمح لي. ايوه ناديه، كنت حضرتك بتتكلم، معلش. طبعا انت طالبه مني حاجات كتير هجاوبك عليها كلها لو عايز، مفيش مشكله. بص هقول لك باختصار شديد. انت عارفه طبعا كويس قوي مجموعه الاعمال المختلفه اللي احنا بنعملها. الحقيقه الكلام ده برضو من ضمن الحاجات اللي هي تعليق في الداخل، يعني مثلا بنتكلم النهارده على الوثيقه، بنتكلم دايما على ايه؟ على العلوم والتكنولوجيا. طب العلوم بتطلع منتج والتكنولوجيا بتطبق المنتج، الابتكار فين؟ ما حدش جاب سيرته، ومع ذلك هتلاقي موجود جوه الوثيقه في 3-4 صفحات مختلفه، ولم تدرج في الجزء الاولاني الخاص بالتعريف. الابتكار في منتهى الاهميه،
الابتكار الاي بي بتاع حضرتك، يعني من غيره النهارده ازاي هقدر اصلع صناعه جديده في الدوله لا تعتمد على الصناعات اللي هي التيرنكي اللي احنا بنجيبها من بره جاهزه، التسليم المفتاح ده. الاي بي هنا في منتهى الاهميه، ولذلك احنا عملنا قانون جديد، هذا نقدر نحطه بقى حافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار. هذا القانون هو اداره اقتصاديه لمخرجات البحث العلمي. النهارده ده خلص مجلس النواب وخلافه، دي حاجه من ضمن الحاجات اللي هي هنقدر ايه نتحرك فيها لقدام. برنامج ايسنتيكيت هنا في منتهى الاهميه، ولازم احنا هنا بقى نتفق مع بعض النسب المئويه، يعني لما نيجي نقول مثلا الجزء بتاع الانترودكشن نسمح لغايه كام في المية؟ 10-20%، ما حضرتك بنقول 50%، ده كده ان جنرال، انما ممكن جدا الجزء بتاع الانترودكشن نعلي شويه صغيره ونقلل تماما في الجزء اللي بعده في الدسكشن. ده كلام محتاج مننا ان احنا نتشاور معاك كمجتمع وفي الاخر نتفق، يبقى هنا نحل كم كبير جدا من المشاكل. ضرب الجرس ولا لسه؟ طب خلاص والله خلاص. شكرا شكرا سيدي. انا هجاوب على الاسئله اللي بتخص العرب ليج، جامعه الدول العربيه، زي ما لانه في كثيرين اتسالوا عن الطريقه. في طبعا ميكانيزم بتكون عبر رفع هذه الشرعه الى المجلس الوزاري المختص، وهو مجلس وزراء التربيه والتعليم العالي. المهم هذا المجلس في اليه معينه بتعرض مذكره شارحه بتعمم على الدول العربيه كلها، الحكومات العربيه هي بتدرسها. يعني الشرعه دي ثاني اصلا الدول هتدرسها، يعني الجهه المعنيه المختصه هتدرسها وهتخط ملاحظاتها فيها. كده بنكون اخذنا كل ملاحظات الدول العربيه في الاعتبار، وهتجي ثاني في اجتماع كبار المسؤولين هتناقش، يمكن تزود فيها اضافات كل الاراء اللي استصحبت، وبعدها الاجتماع الوزاري لغايه ما تقر من الاجتماع الوزاري. لما يطلع قرار وزاري معناه هي اصبحت شرعه صالحه للتداول والعمل في المنطقه العربيه. بعدها هنا بيجي دور متابعة تنفيذ هذه القرارات، ده قرار طلع بيتابع تنفيذه الوزراء الحضر المعنيين، يعني موجودين ديل ما صنع القرار في المنطقة العربية، كل واحد هو معني في دولته بيشوف الجهات، زي ما ذكر دكتور معن حمزة كل جهة عندها مؤسسة، يعني زي في لبنان هم عملوا كده، كل جهة عندها بعد كده الضوابط اللي بتضعها. فالجزئية دي أنا ما عايز الناس تخوف منها، لأنه دي آليات لاتخاذ القرار، وجامعة الدول العربية منظمة حكومات، يعني بنتعامل إحنا مع الحكومات لأنه منظمة حكومية، بيجوا المسؤولين الحكوميين الوزارة المختصة، فهي بتوفق آلياتها والجامعات اللي عندها بتكون هي اللي عندها معرفة. يعني مستحيل تجاز حاجة وتقر من الوزراء إذا ما كانوا هم كمسؤولين حكوميين درسوها تماما ويتبنوها، فإحنا ده اللي بنطمح له. والحاجة الثانية عن اتحاد الجامعات العربية ومجالس البحث العلمي، دي كلها بتعمل تحت مظلة الجامعة العربية، فهي كلها مستصحبة في الموضوع ده، يعني وأكيد هيحصل بروموشن وترويج بعد كده لهذه الشرعة، يعني بواسطة الدول الأعضاء، بواسطة هذه الاتحادات، بواسطة الجامعة العربية هيحصل ترويج لها في من خلاله، هيعرفوها أكيد. شكرا جزيلا. I want just to add, it's also the responsibility of the institution and the university to implement this kind of charter. Just very short comments about training. Indeed, training has to begin at school. That's completely true. And it's a most important question. Organizing training in schools and universities so that researchers know very early what they have to implement. A good way to organize a sort of control is to ask researchers when they are invited to work for a university and so, to sign commitment letters. And so this letter stays in the file. Then about international cooperation. Since 2007, there are World Conference on Research Integrity. They are organized every 3 years, something like that. And this, I think, should be an occasion for representatives of Arab region to follow the discussions about international level. And it's important not only for you, but for everybody, for all countries. بس بسرعه ربع دقيقه لو سمحت. ربع دقيقه اوكي.
بخصوص التحديث، الناس اللي قالت هل هذا يتم تحديثه؟ أكيد طبعاً، ما في شرعة بتفضى إلى الأبد، بيتم إن شاء الله في الآخر تحديد مدة لها، ولابد أنها تحدث. طبيعي جداً، العلم كل ما بيتقدم بتظهر مشكلات أوكي. أخرى بتتطلب. شكراً شكراً دكتور. دعوني لأنه بصراحة لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، لابد أن هناك كثير من النقاط تطرقوا لها جميع الزملاء والزميلات على البوديوم، بتصور جاوبوا كلمتين حبيت أحكي فيهم فيما يتعلق بالمحتوى الرقمي ومدى الالتزام اللي ذكرته السيدة لما شعشاع، واللي بالمناسبة هي بنت أختي وأنا فخور فيها دائما. بالتأكيد المحتوى الرقمي في المنطقة العربية من القضايا الهامة التي نحاول نتعامل معها لتعزيز المحتوى الرقمي، ولكن لابد أن نذكر هنا شيء بسيط. حتى يكون لنا محتوى رقمي إلكتروني لابد يكون عندنا محتوى أصلاً في التأليف والنشر، فهذه من القضايا التي لابد من التعميم. طبعاً ذكروا عنه اتحاد جامعات الدول العربية، نحن بالتأكيد نتبع نهج تشاوري، نحن نؤكد في اليونسكو ومع شركائنا أيضاً بالاستمرار بهذا النهج التشاوري حتى يكون معنا أوسع جهات ممكنة، جميع الجهات البحثية والعلمية في المنطقة العربية اللي يساهم. نحن نريد لهذه الشرعة أن تكون من العرب وإليهم، نحن لا يمكن أن تكون شرعة يكتبها زيد أو عمر، لابد أن تكون عملية تشاركية، فهنالك أكيد التزام. وأشكر السيدة من جامعة الدول العربية لأنه هم حليفنا كما ذكرنا في هذه العملية. في عندي قضيتين حبيت أحكي عنهم، عملية فصل الدولة عن البحوث التي ذكرها الأستاذ السيد من بريطانيا على ما أعتقد. بالتأكيد عملية الحرية كما ذكرت في هي من الأسس التي اعتمدناها حين إعداد الشرعة، حرية البحث العلمي والحريات الأكاديمية وبالتالي لأنه حتى لا يمكن لك أن تقيم مجتمع معرفة أو اقتصاد معرفة وأنت يقال لك اعرف هذا ولا تعرف ذاك، فبالتالي هي من المبادئ الناظمة والأساسية في عملية الشرعة. طبعا ذلك لا ينفي مسؤوليات على الدولة في تقديم الدعم في التأطير وفي أيضا في حماية حقوق المشاركين والمنتفعين من عمليات العمل. فهنالك أيضا كما ذكرنا في البداية هنالك مسؤولية أخلاقية ومسؤولية تنظيمية على الدولة، ذلك أنها تمثل المجتمع أيضا دون الإضرار بمبادئ الحرية. آخر ما أريد أن أتكلم به قضية الانفتاح على العالم، وهذه أيضا من المبادئ الناظمة التي اعتمدناها في حين إعداد الشرعة، لابد أن نكون منفتحين على العالم، ولكن قبل كل شيء أن ننفتح على أنفسنا، أن ننفتح على واقعنا، نتكلم بشفافية وبحساسية. فالانفتاح يبدأ مع الذات ربما وبين بعضنا البعض، وبالتالي وأيضا الانفتاح على العالم، لأنه كما ذكر زميلي الدكتور بهاء هنالك تحديث مستمر هنالك أنت. لابد أن أختم هذه الورشة بتقديم الشكر لجميع الجهات المشاركة، تقديم الشكر لكم جميعا على هذه الملاحظات الثرية، وأيضا أمامكم إيميل معروض على الشاشة، نرحب بأي ملاحظات تأتينا من أي منكم على هذا بهذا الخصوص، وهذا تأكيد والتزام منا على عمليات النهج التشاركي. زميلتي جانا ربما نضع إيميل، أي ملاحظة نحن نرحب فيها. مش عارف إذا في بتحب تختم دكتور؟ طيب، فشكرا لكم جميعا وأهلا وسهلا.